وللوقوف عند ملف استمرار العدوان الصهيوني على غزة في ظل تفاقم المعاناة الإنسانية، تنضم إلينا عبر الهاتف من القدس عضوة هيئة العمل الوطني في مدينة القدس رتيبة النتشة، وأيضا المتخصص في الشأن الإسرائيلي الدكتور إبراهيم أبو جابر. مرحبا بكما. أبدأ معك أستاذة رتيبة، يعني مع تفاقم المأساة الإنسانية في غزة، يعني كيف يمكن تعزيز إيصال المساعدات إلى جميع سكان القطاع؟ أولا مساء الخير إلى كل جميع المستمعين. في البداية، وقف العدوان الإسرائيلي والهجمات الهمجية على قطاع غزة هو السبيل الأول لإيقاف هذه المأساة الإنسانية المتزايدة، بالإضافة إلى ضخ مزيد من المساعدات وتكثيف المساعدات في كافة أرجاء قطاع غزة، بالأخص في شمال قطاع غزة الذي يعاني من حالة تجويع وإبادة جماعية بفضل الجوع واستخدام سلاح الجوع، نوع من أنواع الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى انتشار الأوبئة والأمراض. وبالتالي نحن بحاجة أولا إلى وقف هذا العدوان الغاشم والحصار المشدد على قطاع غزة، وتمكين المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية والطواقم الطبية من الوصول إلى كافة شرائح المجتمع في قطاع غزة وكافة مناطق قطاع غزة دون استثناء، وبكميات كبيرة جدا. ما يصل اليوم من إلى قطاع غزة من مساعدات إنسانية لا يتجاوز 10% من احتياجات السكان الحقيقية، وتكاد تكون معدومة الوصول إلى شمال قطاع غزة. يعني اليوم بدأ يعني بعض بوادر لوصول شاحنات إلى شمال قطاع غزة من الأغذية بعد وصول سفينة المساعدات من قبرص الإسبانية، ولكن نحن بحاجة إلى كثير من الجهود لإدخال هذه المساعدات، وأعتقد أن الطريقة الأفضل هي فتح كافة المعابر البرية باتجاه قطاع غزة، ونحن نعلم أن هنالك 7 إلى 8 معابر حدودية، خلينا نحكي برية، يجب فتحها حتى تصل هذه المساعدات إلى قطاع غزة بالوقت المناسب لإنقاذ حياة السكان. دكتور إبراهيم، أرحب بكم من جديد. في ضوء ما تفضلت به الأستاذة رتيبة، يعني من وجهة نظركم، ما هي الإجراءات الفورية اللازمة لمواجهة ظاهرة سوء التغذية في جنوب قطاع غزة؟ نعم، تحية لك وللمستمعين أو المشاهدين أيضا. أظن أن الوضع وصل إلى مستوى عالي جدا من المأساوية في قطاع غزة في ظل هذه النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال هذا العدوان الغاشم من الطرف الإسرائيلي. أظن أنه في ظل هذه المجاعة الحاصلة في قطاع غزة، المفروض أنه العالم الحر يتحرك، وفي الدرجة الأولى العالم العربي الذي خذل الفلسطينيين حقيقة، أن يتحرك من أجل فتح المعابر، وتحديدا معبر رفح، وليس كما تحاول الآن أمريكا والطرف الإسرائيلي إقامة ميناء متحرك أو صناعي على في قطاع غزة، وإنما فتح المعابر وإيصال الشاحنات التي تعدى يعني عددها وتخطى عددها 2000 شاحنة على الطرف المصري. نعم. السؤال الذي يطرح نفسه، نعم، لماذا لم تقوم مصر بإدخال هذه المساعدات، هذه الشاحنات التي يعني فسدت فيها المواد الغذائية وهي تنتظر الدخول؟ ما المانع، ما الذي يمنع مصر من إدخال هذه المساعدات؟ ثم من ناحية أخرى، فتح المعابر من أجل خروج المرضى والمصابين الذين لا يمكن علاجهم في قطاع غزة إلى مصر وإلى الدول العربية وإلى دول العالم من أجل علاجهم وتقديم المساعدة الطبية لهم. والقضية الأخرى أيضا إيصال الوقود الضروري جدا من أجل تشغيل المحركات في المستشفيات، وأيضا في الأحياء التي انقطع عنها التيار الكهربائي الطبيعي. يعني هناك فعلا جملة من الأمور يجب القيام عليها من أجل أن يتمكن المواطن الفلسطيني في قطاع غزة من أجل أن يعني يتمكن من الحياة، من البقاء على قيد الحياة. هناك ناس يموتون من الجوع حاليا، وأكلوا حتى طعام البهائم وطعام يعني الطرش والمواشي. نعم. فأظن نعم. أن العالم فعلا فقد الضمير الإنساني نهائيا، وأنا أحمل المسؤولية في الدرجة الأولى للأنظمة العربية، الأنظمة العربية التي تواطأت وتآمرت على الفلسطينيين في قطاع غزة في الدرجة الأولى، وليس الدول الغربية. الدول الغربية معروف أنها أعداء،
وتقف إلى جانب الطرف الإسرائيلي، يعني ولن يتخلوا عن دعم الطرف الإسرائيلي، لكن أنا ألوم في الدرجة الأولى الأنظمة العربية في القاهرة وفي عمان وفي الرياض وفي الدوحة وفي بغداد وفي غيرها من العواصم العربية، الذين وقفوا متفرجين والفلسطينيون يموتون كالفراش يتساقطون، ونحن نأكل طعام الإفطار 30 شهيدا سقطوا. طيب أستاذ، سأعود إليك لتصريح السيناتور بيرني ساندرز دكتور إبراهيم، ولكن دعني أنتقل للأستاذ رتيبة. أستاذ رتيبة، هذا بالنسبة إلى المساعدات المنتظرة كما تفضل الدكتور إبراهيم على الحدود، خاصة هناك أكثر من 2000 شاحنة تنتظر على الجانب المصري، ولكن فيما يتعلق بمسار الحرب دكتورة، كيف يمكن للضغوط الدولية من أن تغير مسار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟ يعني أولا زيادة العزلة الدولية بالنسبة لإسرائيل والمقاطعة العسكرية والاقتصادية لإسرائيل، كلها أدوات قادرة على خلق نوع من الضغط على إسرائيل، إذا كانت هنالك أصلا إرادة دولية لتحقيق هذا الضغط أو حتى لإيقاف هذه الحرب. حتى اللحظة أنا لا أشعر، وأعتقد جميع الفلسطينيين موافقين على هذا الرأي، بأن هنالك جدية في وقف حرب الإبادة على قطاع غزة، وكأنه المشروع هو مشروع عالمي جديد من أجل القضاء على قطاع غزة لاستثمارات اقتصادية ومصالح جديدة للاستعمار الغربي في الشرق الأوسط، وتعتبر غزة لربما هي الحلقة الأضعف التي يريد من خلالها تحقيق هذه الغايات. وبالتالي الإرادة الدولية إذا أرادت أن تشكل ضغطا على إسرائيل فلتبدأ في بعض يعني هنالك بعض المؤشرات اللي ربما ضغطت على إسرائيل، زيادة هذه المؤشرات مثل وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وقف شراء الأسلحة أيضا واستيراد آليات وتقنيات عسكرية من مصانع إسرائيلية على أقل حد، يعني هذا الحد الأدنى، عدم التعامل العسكري مع إسرائيل وتزويدها بالأسلحة أو التزود من الأسلحة من إسرائيل من أجل يعني دفع ميزانيتها نحو المزيد من القتل والحرب. هذه الأدوات الاقتصادية البسيطة لربما قد تكون رادعة، وقد شهدنا في كثير من حالات في العالم عقوبات تفرض على دول لعدم التزامها بالقانون الدولي بالمقاطعة الاقتصادية والحصار الاقتصادي. لماذا لا يطبق نفس القانون ونفس المعيار على إسرائيل التي تدير الظهر لمحكمة العدل الدولية ولكل قوانين الحرب ولكل الاتفاقيات الدولية المنظمة للحرب، والتي أنشأت أصلا منظومة الأمم المتحدة والمنظومة الدولية من أجل أن تمنع مثل ما تقوم به إسرائيل من إبادة اليوم؟ ولكن يعني للأسف لا أعتقد أن هنالك إرادة دولية حقيقية لردع إسرائيل وإيقافها عن حرب الإبادة التي تمارسها، ولكن هنالك بعض المجاملات الإنسانية بضرورة إدخال المساعدات، وكأننا نريد أن نأخذ الطحين والقنابل في نفس الوقت. دكتور إبراهيم، التصريح للسيناتور بيرني ساندرز وأيضا لكريس فان هولين اتهما الاحتلال بالتسبب في تجويع مئات آلاف الأطفال في قطاع غزة، ما المتوقع من السياسة الأمريكية إزاء هذين التصريحين؟ نعم، في الحقيقة أنا لا أركن إلى السياسة الخارجية الأمريكية أبدا. نعم. أمريكا عادة السياسة الخارجية الأمريكية إذا تحدثوا بشيء فاعلم تماما أنهم يقصدون العكس، فهم يعني على ما يبدو هناك الآن نوع من أنواع الخلاف بين بايدن وبين نتنياهو، لكن هذا على عينك يا تاجر، يعني لأنه بايدن الآن يعيش مرحلة انتخابات، والناخب العربي الأمريكي يعني يبدو أنهم فعلا لن يصوتوا لبايدن هذه المرة، وقد يمتنعوا عن التصويت لأنه أيضا البديل لبايدن هو أسوأ منه اللي هو ترامب، فإذا بايدن يخشى على أنه يفقد كرسي الرئاسة في أمريكا. لهذا السبب هناك أصوات يعني في الولايات المتحدة الأمريكية تدعو إلى وقف إطلاق النار ووقف الحرب وما إلى ذلك، لكن في المحصلة لن يحصل أي ضغط بالشكل الذي نتوقع. ممكن أن تكون هناك ضغوط بتخفيف المساعدات العسكرية وما إلى ذلك، لكن نحن نذكر أن نتنياهو هذا الموجود الآن في سدة الحكم في الكيان الإسرائيلي زار واشنطن وألقى خطابا له في الكونغرس في فترة أوباما بدون وجود أوباما في الكونغرس، ولم يزور يعني أوباما أيضا في مكتبه، وكان وقتها
يعني في ذلك الوقت كان بايدن هو نائب أوباما. فإذا إسرائيل لن ترضخ للسياسة الأمريكية وستستمر في عدوانها على قطاع غزة حتى كما يدعون يحققون أهدافهم، ولن يحققوا هذه الأهداف مهما حاولوا من افتعال أزمات ومن قتل ومن تدمير وللبنية التحتية في قطاع غزة. أنا لا أرى أي بصيص أمل من السياسة الخارجية الأمريكية. طيب، بالنسبة لقطاع غزة أستاذ رتيبة، لو انتقلنا إلى نتائج أو ما توصلت إليه محكمة العدل الدولية، يعني كيف يمكن لمحكمة العدل الدولية ضمان تحمل إسرائيل أو تحمل إسرائيل مسؤولية الانتهاكات التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني؟ يعني محكمة العدل الدولية تواجه ضغوطات كبيرة جدا من اللوبي الصهيوني في عدم إصدار أي قرارات تدين إسرائيل، ولكن أعتقد أن كل من يعني يفهم بلغة القانون وكل من ينظر إلى ملف الإدعاء الذي تقدمت به جنوب إفريقيا من جهة، واليوم هنالك أيضا دول أخرى مثل بلجيكا أيضا تريد الانضمام إلى مثل هذه القضايا أو رفع قضايا جديدة سواء كانت على الاحتلال أو حتى على من يبيع الأسلحة ويسهل الإبادة للاحتلال. واضح جدا أن هنالك جريمة إبادة جماعية لا شك فيها، ولكن مرة أخرى الموضوع يتعلق بالإرادة السياسية. نحن قبل ذلك كان لدينا تجربة طويلة جدا مع محكمة العدل الدولية في ماهية الاحتلال وفي ماهية جدار الفصل العنصري، ولكن بالرغم من إدانة إسرائيل بكلا الملفين إلا أنه لا يتم اتخاذ أي إجراءات رادعة لإسرائيل في هذا المجال أو يتم إلزامها بشكل حقيقي بتنفيذ ما خلصت إليه محكمة العدل الدولية. وبالتالي مرة أخرى نعود أن محكمة العدل الدولية هي لا تمتلك أدوات تنفيذية حتى وإن قامت بإدانة إسرائيل، وطبعا نحن نعلم أن هذا الملف بحاجة إلى سنوات وليس مثل الإجراءات المستعجلة يبث فيها خلال أسابيع أو خلال أيام كما كان في بداية هذه الدعوة، ولكن تثبيت الجرم والاتهام لإسرائيل سيأخذ سنوات طويلة جدا وإجراءات طويلة جدا. ومع ذلك نحن نعلم أنه لا يوجد آليات تنفيذية إلزامية لهذه المحكمة، وهي ستلجأ إلى مجلس الأمن من أجل هذه الآليات التنفيذية وإلزام إسرائيل بالالتزام في قرار المحكمة. وكما هو المعتاد ستلاقي إسرائيل دعما وحماية بالفيتو الأمريكي من والتملص وتستخدمه للتملص من أي عقوبات أو أي إجراءات حقيقية على الأرض يمكن أن تردعها أو حتى تعاقبها. مرة أخرى الموضوع هو بحاجة إلى تغيير لربما المنظومة الدولية وآليات اتخاذ القرارات في هذه المنظومة الدولية وجعلها أكثر عدالة، وهذه العدالة لا يمكن أن تحدث في ظل القطبية الوحيدة التي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية. لربما نحن بحاجة إلى صعود قوى عظمى إلى العالم لخلق نوع من التوازن بين القوى وإعادة مسار القانون الدولي والشرعية الدولية إلى مسارها الصحيح بقدرتها على اتخاذ إجراءات رادعة، لا يكون الفيتو الأمريكي المانع الوحيد في تحقيق هذه العدالة الدولية. بدون ذلك يعني كل هذه الأدوات الدولية هي نوع من يعني حفظ الحق لربما الفلسطيني على الورق، ولكن من حيث التنفيذ الفعلي على الأرض هي لا يمكن أن يعني تعتبر ذات قيمة حقيقية في تغيير مسار الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 75 عام حتى اليوم، ونحن في حالة تهجير مستمر وقتل مستمر وإبادة مستمرة للشعب الفلسطيني لربما تكثفت في صورها الإعلامية وتكثفت أمام العالم فيما يحدث اليوم في قطاع غزة منذ أكثر من 5 شهور. دكتور إبراهيم، تحدثتم قبل قليل عن موقف الولايات المتحدة، ولكن لو انتقلنا إلى موقف المجتمع الدولي، هل المجتمع الدولي قادر على استخدام وسائل الضغط الدبلوماسية والاقتصادية لكي تؤثر على إسرائيل لوقف انتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة طبعا وباقي المدن الفلسطينية؟ أخي الكريم، يعني قبل أن نتحدث لو سألنا سؤال من هو المجتمع الدولي؟ نعم. هذا الكلام يعني يتردد كثيرا على يعني في وسائل الإعلام وعلى ألسن المحللين السياسيين. من هو المجتمع الدولي؟ نقصد به مجتمع دولي واضح، يعني نقصد الأنظمة الغربية، الأنظمة الاستعمارية الغربية في الدرجة الأولى، أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وثم نقصد بها أيضا الأنظمة العربية الرجعية
يعني من هو المجتمع الدولي؟ المجتمع الدولي صامت منذ أكثر من 160 يوم، والمذابح يعني ليل نهار، كل دقيقة هناك شهداء يسقطون. فهذا هو المجتمع الدولي. المجتمع الدولي لن يتحرك تحرك المطلوب أو المنشود إلا إذا يعني تأثرت مصالحه، وكما نعلم الدول عبيد لمصالحها، وهذا الأمر فعلا لن يتم هذا الأمر إلا من خلال ضغوطات تحصل من جهة من الطرف العربي، من الأنظمة العربية، إما التهديد بقطع علاقات أو وقف تصدير البترول والغاز للدول الغربية، أو أيضا بطرد السفراء أو باستدعاء سفرائهم من الغرب، ولا بل أقول أكثر من ذلك، على المجموعة العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تسحب سفراءها هناك وممثليها ومندوبيها في الجمعية العامة للأمم المتحدة كنوع من أنواع الضغط على ما يسمى بالمجتمع الدولي فعلا اللي هو متآمر على القضية الفلسطينية. نلاحظ في الآونة الأخيرة وكما لاحظنا اليوم في اجتماع القاهرة أن المجموعة الأوروبية جاءت إلى القاهرة وتدعم القاهرة وتريد أن تدعم مصر. لماذا؟ من أجل الحفاظ على مصالحها، لأن مصالحها في البحر الأحمر وفي باب المندب وقناة السويس يبدو أنها بدأت تتهدد من قبل الحوثيين. إذن فقط من خلال الضغط من الطرف العربي على المجتمع الأوروبي والمجتمع الغربي ممكن أن يحصل شيء. أما طول الوقت ونحن ننادي بالمجتمع الدولي، من هو المجتمع الدولي؟ من هو الرأي العام العالمي؟ الرأي العام العالمي ضد القضية الفلسطينية وضد الفلسطينيين وضد المقاومة الفلسطينية الموجودة تحديدا في قطاع غزة. إذن المهم أنه نحن العرب يعني هن فهانا الهوان علينا، هذا هو الأساس. يعني أستاذ رتيبة، تتحدث وسائل إعلام غربية وعربية عن وقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى، ولكن ما هي العقبات الرئيسية التي تحول دون توصل إلى هدنة بين حركة حماس وإسرائيل في الوقت الراهن؟ جهية نتنياهو بشكل أساسي، نتنياهو يريد أن ينهي حياته السياسية بانتصار عظيم يضعه ضمن ملوك إسرائيل وضمن العظماء الذين غيروا تاريخ دولة إسرائيل وحققوا ما لم يحققه أحد من قبلهم، وبالتالي تعطش هذه الحكومة اليمينية المتطرفة للدماء الفلسطينية ولا تغيير الأمر الواقع الفلسطيني يعني حسب يعني أقوال هذه الحكومة في دعيتها الانتخابية قبل انتخابها. أنا أعود لأكثر من عام إلى الوراء أو عامين إلى الوراء وأقول أنهم من لديهم مشروع إكمال ما لم يكمله بن غوريون، حيث أنه خلق الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعدم استكمال مهمته في تهجير الفلسطينيين، وكما قال سموتريتش الفلسطيني الجيد بنظره هو الفلسطيني الميت أو المهاجر أو الخاضع لدولة إسرائيل. وبالتالي هذا المشروع الذي قامت عليه هذه الحكومة اليمينية المتطرفة والتي تمنع الوصول لأي اتفاق أو أي هدنة منطقية ومقبولة بوجهة نظر العالم، وهي تريد أن تعطل أي مبادرة حتى لو كانت المبادرة وكتبوها بأنفسهم سيقوموا بتعطيلها مرة أخرى من أجل أن يستمروا في هذه العمليات العسكرية. وقالها نتنياهو بشكل واضح الشهر الماضي في أحد خطاباته، أنا أستخدم المسار السياسي التفاوضي لإعطاء مزيد من الوقت للعمليات العسكرية والجانب العسكري. بمعنى ما يمنع هذه الصفقة من الإثمار هو هذه الحكومة اليمينية المتطرفة على رأسها بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة شخصيا. من القدس عضوة هيئة العمل الوطني في مدينة القدس رتيبة النتشة، وأيضا المتخصص في الشأن الإسرائيلي الدكتور إبراهيم أبو جابر، شكرا جزيلا.